اوكي طيب هنستكمل. يبقى احنا كنا بنتكلم على ان لو بنستخدم طريق مثلا زي ري بالرش، فقطرات الميه ممكن تؤثر على الليفز او على الاوراق، وخاصه لو كان يعني سلاين ووتر. يبقى بيقول لي انت ممكن تروي بمياه ملوحتها اعلى، بس خد بالك ان في السبرينكل irrigation ممكن تؤثر على الأوراق. High frequency trickle irrigation has been effectively and successfully used to apply extremely saline waters. فبيقول لي خد بالك بقى من ضمن المميزات انك انت باستعمال الري بالتنبيط اللي هو trickle او drip irrigation يمكن with high frequency اللي هو يبقى برضو على فترات متقاربه الري يمكن أن يستخدم بنجاح في ري محاصيل باستعمال مياه ذات ملوحة عالية. طيب النقطة رقم ثلاثة في controlling soil salinity بيقول لي إيه salt tolerant crops. يبقى ده خاص بإيه بقى؟ selecting crops or varieties of crops with high tolerance. So salt is another widely used method of controlling the effects of salinity. يبقى هتيجي في المشروع استصلاح كبير، هتبدأ تشوف المية اللي موجودة عندك السويل السالينتي بتاعتها قد إيه، والسويل هتكون السالينتي بتاعتها قد إيه، وبيزد على الليتشنج فاكتور اللي هو سميناها المالتيبلاير هيبقى كام، اللي هو قلنا مثلا 1.5 في حاله 15% الليتشنج ريكويرمنت. هتبدا تختار المحاصيل اللي مناسبه. يبقى هنشوف منطقه استصلاح جديده زي مثلا لو بنتكلم على الدلتا الجديده مثلا في مصر، هنشوف المياه الخارجه من محطات المعالجه الملوحه بتاعتها قد ايه، وبناء عليها هنشوف ايه المحاصيل الصيفيه او الشتويه مثلا المناسبه، وايه المحاصيل الصيفيه المناسبه للملوحه بتاعت هذه الميه. قد يكون مثلا الاقي ان ممكن استخدم او ازرع القمح مثلا باعتبار ان هو moderately tolerant، لكن ربما ان انا اجد ان المحصول، طبعا القمح كمحصول شتوي المقصود طبعا بالوينتر كروبس او المحصول الشتوي، ان اكثر فتره من نمو النبات بتكون في فتره الشتاء. نفس الحكايه بالنسبه للمحصول الصيفي، هيبقى اكثر فتره في نمو هي في فتره الصيف. فربما مثلا الاقي ان انا في الشتاء ازرع قمح او شعير، بس ممكن القمح يكون مور استراتيجيك زي الشعير، واجي في الصيف مثلا عاوز ازرع ميز باعتباره احد المحاصيل الزيتيه او بيدخل في الاعلاف. بس هنبص نلاقي ان الميز انتاجيته هتتاثر، مش هيبقى زي القمح، ممكن مثلا يديني 80% من الييلد ولا حاجه زي كده، او ان انا اختار محصول اخر قد يتحمل بشكل افضل. فبيقول لي هنا خد بالك ان ممكن بقى تستخدم تيبل 3 اند تيبل 4 اللي اتكلمنا عليهم. That can be used with soil sensitive crops. The development of more soil tolerant crops and the crop varieties is receiving considerable attention. دي الحاجات اللي الناس دلوقتي بيحاولوا يعملوا تعديل ويحسنوا شويه من البذور والسلالات بحيث انها تتحمل، ممكن الحقيقه تتحمل حاجتين، تتحمل العطش وتتحمل الملوحه. يبقى في بعض الانواع او الاصناف من المحاصيل يمكن انها تتحمل ملوحه اكثر او تتحمل عطش اكثر. يبقى ناخد بالنا ان الييلد ريدكشن قد يكون عندي بسببين، بسبب ان انا عطشت المحصول زي ما اتكلمنا قبل كده، وانا احد الاستراتيجيز في السكيدولينج ان انا ممكن اطبق الديفيسيت اريجيشن او سميناه الري
غير العجزي المقنن، أو زي ما حد برضه ذكر وقال الري الناقص. يبقى ار دي ريجوليتد ديفست ريجيشن، ار دي اي ريجوليتد ديفست ريجيشن، الري العجزي المقنن هو في فترات لا يتاثر كثيرا المحصول بالعطش عطشه، زائد انه ممكن برضه يتاثر نتيجه المذبح. طيب الحل الرابع برضو للتحكم في السلينيتي هو من خلال الدرينج، وده موضوع مهم جدا وهيبقى مخصص ليه مجموعه محاضرات تتكلم عن الدرينج. بيقول لي هنا ان الادكويت درينج از اسينشال فور سلينيتي كنترول، لازم المنطقه اللي انا بزرعها اعمل لها النظام المناسب للسطح. The existence of water table within or near the root zone may result in considerable salt accumulation within the root zone. يبقى لو منطقة ما فيهاش صرف هيتكون أملاح هتضرني. Salts in the groundwater, natural soil salts or salts that have been leached from the root zone will be carried into the root zone as the water table rises. يبقى لو ما عملتش نظام صرف الريجيتد او الديب بيركوليشن هيبدا يخلي الووتر تيبل يعلى، الووتر تيبل ممكن يعلى ويبدا يدخل في منطقه الجذور وياثر على هذه الكروبس. بالاضافه الى ذلك ان ادكويت درينج مي ليميت ذا اماونت اوف ليتشنج ذات كان بي سيفلي اكمبلشد. برضه طبعا لو انا اديت احتياجات غسيل لكن في نفس الوقت الووتر تيبل بيزيد، فال المية هتروح فين؟ هتفضل في منطقة الجذور وربما تصل إلى مستوى اللي يحصل اللوجينج أو تطبيل الأرض، تبقى ما فيهاش أي فراغات، وسواء احتياجات النبات من الهواء إضافة إلى أن المياه بتاعة السويل ووتر هتبقى مياه ملح. وبالتالي the installation of drainage system may be required to achieve salinity كنترول. يبقى مش فقط هناك احتياجات للصرف علشان الاريشن، لكن كمان هيبقى محتاجينه علشان تو كنترول ذا سويل سالينيتي. يبقى اذا دول الاربع طرق اللي ممكن نستخدمهم للتحكم في السالينيتي. بدانا بالليتشنج، وبعدين ثاني حاجه مينتيننج الهاي ووتر table a high water content، وبعدين using soil tolerant crops، وبعدين drainage system. طبعا ممكن نعمل combination او نستخدم اكثر من طريقه مع بعض، وفي الغالب ده اللي بيحصل، يعني leaching مع drainage، او ممكن ثلاثه leaching مع maintaining high water content plus drainage system. طيب ننتقل بعد كده على برضه نقطة مهمة قوي بتؤثر في الملوحة وبتؤثر في يعني حركة المية في خلال السير، اللي هو الجزء اللي خاص ما يسمى الاكسشينجبل صوديوم. طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده الصوديوم هو أحد الأملاح اللي هو Na+، لكن يمكن اعتباره من الأملاح لو قلنا الجود والباد، فهيبقى الصوديوم من الباد سولتس، في حين مثلا ان الكالسيوم والمغنيسيوم من الجود سولتس، وهنشوف فيديو صغير كده برضه بيشرح لي الحكايه. فالاول بيقول لي ان high concentration of exchangeable sodium in irrigation water and soil، يبقى لو في نسبه كبيره من املاح الصوديوم اللي هي بتقدر يحصل لها تبادل في التفاعل، cause the eventual deterioration of soil structure. يبقى وجود الصوديوم بيكسر لي البنية بتاعة soil structure. احنا كنا بنتكلم على ان في soil texture و soil structure، في قوام التربة اللي هو النسب ما بين مثلا الساند والسيلت والكلي، والستراكشر اللي هو ترتيب جزيئات التربه بالنسبه لبعضها.
فوجود نسبة من الصوديوم بيؤثر على السويل ستراكشر and resulting reduction in infiltration rate. دي نقطة يمكن هتظهر في الفيديو اللي أنا بتكلم عليه، إن بيقول لي بصفة عامة إن ممكن وجود الكالسيوم والمغنيسيوم يخلي حبيبات التربة تتجمع مع بعضها في صورة بيسموها aggregates أو flactules، في حين إن وجود الصوديوم بيعمل dispersion، يعني يخلي الجزيئات دي تبعد عن بعضها، فلما تبعد عن بعضها بيكسر السويل ستراكشر، وفي نفس الوقت بيخلي دخول الميه اصعب، فبيخلي الانفلتريشن ريت اقل. يبقى اذا لما بيكون التربه او حبيبات التربه متجمعه في صوره جزيئات مع بعضها او حبيبات اجريجيتس، بيكون ما بينهم في بعض الماكرو سبيس، فيخلي الانفلتريشن ريت من السويل سيرفيس افضل، ويحسن ليتر الايه البرميابيلتي. وجود نسبه من الصوديوم يخلي الانفلتريشن ريت اقل. وبعدين وين كالسيوم اند اور مغنيسيوم، زي ما اتفقنا دول اللي هم الجود كاتايونز، ار ذا بريدومينانت كاتايونز في باينج سويل اكستشينج سايتس. سويلز tend to have a granular structure that is readily permeable to both air and water. يبقى وجود او اذا كان الاملاح السائده في التربه او الجزء العلوي من التربه هو المغنيسيوم والكالسيوم، ده بيخلي جزيئات التربه متركبه بشكل افضل، وبيحسن من الانفلتريشن والبرميابيلتي بتاعه الهواء او تحلق الهواء والماء. وبعدين as the concentration of exchangeable soil in the soil increases، معدل بقى الصوديوم هيزيد، the ratio of sodium to calcium and magnesium ions rises and the number of exchange sites occupied by calcium and magnesium decreases. يبقى لما نسبه الصوديوم للكالسيوم والمغنيسيوم بتزيد، بتبدا نسبه الباد سولز تبقى اكتر من الجود سولز، فيبدا يحدث تاثير سلبي. These causes soil mineral particles to disperse، يبقى تبدا تتفرق، and the infiltration rate to decrease. يبقى اذا وجود الصوديوم بنسبه اكبر بيخلي الانفلتريشن ريت يقل. فده بيقول لي ان عنده حاجه بيسميها changeable sodium percentage، اللي اختصارها ESP. The sodium دي برضو another parameter، sodium adsorption ratio اللي هو ال SAR، او ال adjusted sodium adsorption ratio of soil extracts or irrigation water. يعني ده بيتحسب بقى بالنسبه سواء للسويل اكستراكت او بالنسبه للميه. Used to evaluate the exchangeable sodium status of soil and the irrigation water. دي الايكويشن بتاع ال ESB اللي هو ال exchangeable sodium الملي equivalent لل 100 جرام of soil على الكاتاين exchange capacity اللي هو ايه نسبته قد ايه من ال positively cations. او يمكن اللي بيستخدم اكتر هو ال SAR، اللي هو ده بيقول لي ايه ال SAR هو الريشيو ما بين الصوديوم على الجذر التربيعي للافريج بتاع الكالسيوم بلس المغنيسيوم. يبقى وير اول ايرون كونسنتريشنز ار ان مولز بير كيوبيك متر فور ميني سويل ذا SAR اللي هو صوديوم ابسوربشن ريشيو اوف ذا سويل سيتيليشن اكستراكت از ابروكسيمتلي ايكوال تو ESP values of 25% or 30. يعني تقريبا بيقول لي هنا ان في معظم السويل قد يكون قيمة الـ SAR مقربة للـ ESB. الاثنين دول تو بارامترز لقياس الصوديوم بالنسبة للـ other cations. وادي هنا جراف nomogram for determining SAR value of irrigation water and for estimating the corresponding ESP value of soil that is
at equilibrium with the water. يبقى هنا ده بيقول لي ده الـ SAR ده كالسيوم والمغنيسيوم قد ايه، وده هنا الصوديوم، وهنا ده الـ SAR على الخط اللي فوق، وده هنا الـ ESB اللي هو Exchangeable Soil Percentage. يعني هتلاقي تقريبا الأرقام أحيانا بتبقى قريبة لبعضها في بعض الصور. خليني كده أروح أعرض فيديو ونرجع تاني نستكمل هذه الجزئية. نحاول نشوف الفيديو وضعه إيه. دكتور هو في حاجة شغالة؟ لا لسه، لسه أنا حامل الشير لسه. هل دلوقتي شايفين الصورة بتاعت الفيديو؟ اه تمام يا دكتور. طيب ده حاول كده نسمع ونركز معاه، حوالي 3 دقايق نسمع بيتكلم يقول. في حد يعني يقدر يقول لي فهم ايه من الفيديو اللي شفناه مع بعض ده؟ هو ما كانش فيه صوت على فكرة. ما كانش فيه صوت؟ لا غريبة شوية دي. طيب من غير صوت من الصورة هل او من الفيديو يعني هل في حاجة اتفهمت؟ للأسف ما كانش فيه صوت، بالإضافة لأنه يعني الفريم ريت كان قليل شوية،
كانت صور مقطعة كده، ما عرفتش أشوف حاجة يعني للأسف. طيب معلش هو هبقى ذكر يعني يعني هو بيتكلم ان الصوديوم بيأثر على الاستراكشر بتاع السويل، بيبعدوا عن بعض على عكس المغنيسيوم والكالسيوم، بيحسن بالظبط الاستراكشر بتاع السويل. بالظبط، دي النقطة الأولانية. فكان بيتكلم على ان هي زي ما قلنا الاس اي ار هي النسبة ما بين الصوديوم الى المغنيسيوم والكالسيوم، فوجود الجود كاتاينز بيحسن الاستراكشر ووجود الصوديوم بنسبة عالية بيعمل ديسبيرس ويسوق الاستراكشر. دي كانت جزئية. الجزئية اللي في الآخر خالص هو كان مشبهها بالسيسو اللي هي زي المرجحة، وكان حاطط الالكتريك كوندكتيفيتي في النص. لكن جه بعد كده قال لك إن ممكن بقى كمان تغير الالكتريك كوندكتيفيتي يؤثر على الديسبيرس أو الفلكتويشن. فقال ان ممكن لو الالكتريك كوندكتيفيتي منخفضه، وده بالنسبه لنا غريب شويه، لو الالكتريك كوندكتيفيتي بتاع مياه الري منخفضه ممكن يكون برضه البرميابيلتي زيرو، البرميابيلتي بروبلم نتيجه ان هيبقى ديسبيرس. ودي يمكن الجزئيه اللي هتوضح في الجزء القادم من البرزنتيشن. ففي كل الاحوال انا هحط لكم الفيلم الصغير ده، ممكن يكون ظريف بيوضح بعض الايه الامور. انا هرجع بقى تاني اعمل شير لل دلوقتي قدام مننا الووتر انفلتريشن ريت. ده اللي ظهر على الشبكة على الشاشة يا باشمهندسين، ووتر انفلتريشن ريت، ولا ايه اللي ظاهر على الشاشة؟ ده ما أعرف. طيب اوكي، نشوف هنا بيقول لي ايه بقى. هنربط الكلام اللي هنا بالجزء اللي احنا يعني نظريا كنا نشوفه على الفيديو. فبيقول لي ان انفلتريشن بروبلم، يبقى هو هنا بيتكلم على تأثير وجود الاملاح على الانفلتريشن. وناخد بالنا ان ربما بعض التكست او بعض المصادر لما بتتكلم هنا بتتكلم على البرميابيلتي تظهر زي الانفلتريشن، بس هو الاقرب للواقع هو الحقيقه الانفلتريشن نوت ذا برميابيلتي. فبيقول لي ان انفلتريشن بروبلم ريليتد تو ووتر كواليتي وكيرز وين ذا نورمال انفلتريشن ريت for the applied water or rainfall is appreciably reduced. يعني لما تكون الملوحة بتاعت المية سواء بقى من الري أو من الأمطار منخفضة. And water remains on the soil surface too large or infiltrates too slowly. يبقى لما يكون الانفلتريشن ريت منخفض يبقى المية هتظل على سطح التربة أو هيحصل لها تشرب بمعدل بسيط جدا. To supply the crop with sufficient water to maintain acceptable yields. Although the infiltration rate of water into soil varies widely and can be greatly influenced by the quality of the irrigation water. يبقى الانفلتريشن بيختلف على حسب نوع السويل وحسب برضه نوعية المية. Soil factors such as structure. يبقى أول حاجة بتؤثر هو الاستراكشر زي ما شفنا في الفيديو، الديسبيرس أو اللي هو الحبيبات تبقى بعيدة عن بعضها، أو فلكتويتد أو أجريجيتد بتبقى بتحسن في الانفلتريشن. Degree of compaction يبقى برضه درجة الدمج، كل ما التربة تكون مدموقة أكتر كل ما تخلي الانفلتريشن منخفض. Organic matter content and chemical makeup can also greatly influence the intake rate. يبقى برضو وجود الأورجانيك ماتيريال أو الكيميكال ميكشر ممكن يؤثر على الانفلتريشن ريت بأشكال مختلفة. The two most common water quality factors. يبقى دي بقى نقطة هتبقى مهمة شوية، حاول نقراها ونفسرها مع بعض. The two most common water quality factors which influence the normal infiltration rate are the salinity of the water
معبرة عنها في صورة إيه؟ total quantity of salts in the water، زي ما كان بيتكلم في آخر جزئية من الفيديو على total TDS، يبقى معدل الإجمالي لوجود الأملاح. دي حاجة. And its sodium content relative to calcium and magnesium content. يبقى عندي two factors هيأثروا معايا. المحتوى الكلي للأملاح ونسبة الصوديوم إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. طيب، a high salinity water will increase infiltration. دي غريبة شوية. اللي بيقول لي لو المية فيها ملوحة عالية هيخلي الانفلتريشن ريت عالي. ده بالنسبة لمين؟ ده as a total، مش خاص بالصوديوم. طيب، يمكن النقيض بتاعها يظهر. A low salinity water or a water with a high sodium to calcium ratio will decrease infiltration. يعني لو المية السالينيتي بتاعتها منخفضة أو فيها نسبة صوديوم للكالسيوم والمغنيسيوم عالية هيخلي الانفلتريشن ريت منخفض. يعني ممكن يحدث انفلتريشن ريت ريدكشن نتيجة حاجتين، يا إما بروي بمية منخفضة الملوحة، وده الجزء الغريب شوية أو الأول وهلة قد يبدو غريب، أو إن المية فيها صوديوم وده اتكلمنا ما فيهاش صوديوم عالي، وده قلنا منطقي لأن وجود الصوديوم بيعمل ديسبيرس للجزيئات فبيخلي الانفلتريشن ريت منخفض. طيب، ليه بقى المية المنخفضة في الملوحة هتعمل مشكلة في الانفلتريشن؟ ده بيقول لي السبب في كده إن المية وهي بما إن ما فيهاش أملاح وهي بتتحرك في الروت زون هتاخد معاها الكالسيوم، يعني الكالسيوم هيدوب وهيتحرك معاها، فلما كأنه بيعمل لها نوع من غسيل بعض الأملاح الدايبة اللي هي قد تكون الكالسيوم، فلما ياخد الكالسيوم فبالتالي هيرجع مرة أخرى إن نسبة الصوديوم للكالسيوم هتزيد فيحصل ديسبيرس والستراكشر يسوء وبالتالي يبدأ يخلي الانفلتريشن ريت منخفض. يبقى سواء كان الصوديوم ريشيو عالية، سواء كان الالكتريك كونداكتيفيتي للإريجيشن ووتر منخفضة، الاثنين يعملوا لي بروبلم في الانفلتريشن ريت. Both factors اللي هو اتكلمنا عليهم may operate at the same time، ممكن يحدثوا مع بعض. Secondly, problems may also develop if irrigation must be prolonged for an extended period of time. يبقى لو كان مياه الري هتستمر لفترة طويلة to achieve adequate infiltration. Right. These include crusting of seed beds. يعني المشاكل اللي ممكن تحدث اللي هي secondary problems أو مشاكل ثانوية ممكن تحدث. Crusting of seed beds يعني عملية زي تشققات في السطح العلوي للتربة. Excessive weeds نمو حشائش، وطبعا الحشائش من الحاجات المزعجة جدا في عمليات الزراعة ولابد من إزالة الحشائش. Nutrition disorder نتيجة بقى عدم انتظام في المغذيات. And drowning of the crops اللي هو تعصب الانتاجيه بتاعه المحصول. Rotting of seeds and poor crop stands in low yield wet spots. يعني كلها هتبقى تاثيرات غير جيده على انتاجيه المحصول. One serious side effect of an infiltration problem is the potential to develop diseases and mosquito problems. لو هيبقى في مياه كده على السطح ممكن يتسبب في مشاكل الناتجة عن البعوض. طيب. An infiltration problem related to water quality in most cases occurs in the surface few centimeters of soil. بيقول لي إن هنا المشكلة بتبقى في أول سنتيمتر من السويل، عشان كده أنا قلت إن هي infiltration more than permeability.
and is linked to the structural stability of the soil and its low calcium content relative to that of sodium. ده اللي هو كان العامل الثاني ان الصوديوم اعلى من الكالسيوم في المغنيسيوم. When a soil is irrigated with a high sodium water, a high sodium surface soil develops, which weakens soil structure. It mainly بتؤثر على الستركشر بتاع السويل لما الميه يكون فيها صوديوم عالي. The surface soil aggregates then disperses to much smaller particles, which block soil pore. So دي قول لي السبب في كده زي ما قلنا الديسبيرس بيخلي الحبيبات الصغيره تدخل وتعمل فلوكينج او تقفل الفراغات فيقلل الانفلتريشن. النقطة الثانية اللي أنا شرحتها يمكن the problem may also be caused by an extremely low calcium content of the surface soil. لا يعني هي دي مرتبطة اللي بيقول ممكن يكون نسبة الصوديوم للكالسيوم عالية نتيجة إن الكالسيوم نفسه منخفض. مش لازم يكون الصوديوم هو اللي عالي لكن أو الكالسيوم هو اللي مش موجود. عشان كده لما ذكرنا برضه المحاضرة السابقة إن عمليات الاستصلاح بيتم من خلالها إضافة الجبس الزراعي يا اما في صوره ايه كبريتات كالسيوم او كربونات كالسيوم. In some cases water low in salt can cause a similar problem but this is related to the corrosive nature of the low salt. دي اللي كنت بقول لك سماها بقى هنا corrosive nature of the low salt water and not to sodium content of the water or soil. ليه بقى in this case of the low salt water the water dissolves and leaches most of the soluble minerals including calcium from the surface soil. يبقى المياه الالكتروكوندكتيفيتي بتاعتها منخفضه هيبقى ليها ما يسمى كوريسيف نيتشر كانه بيعمل نوع من الصدى او بياكل الحاجه لانه هو بينزل هياخد الاملاح الزائده اللي من ضمنها الكالسيوم فالصوديوم يبقى اعلى من الكالسيوم فيحصل ديسبيرس بين سويل بارت. ده هيجيبني بقى للكير الظريف ده اللي هو فيجر 7 interaction of EC and SAR ده اللي هو ظهر لي من الفيديو اللي فات نتيجه وجود السبورت في النص او اللي هو سماه الفالكرام لما كان بس موجود في النص كان زياده الصوديوم بيعمل مشكله وزياده الكالسيوم بيحسن الانفلتريشن. وبعدين تأثير بقى الاي سي اللي هو كان بيحركها يخليها ناحيه اليمين اللي هي كان فيها هاي الكتريك كوندكتيفيتي فبرضه بيحسن الفلتريشن. لو قلت راحت ناحيه الشمال ويز لو الكتريك كوندكتيفيتي كان بيبقى بيسوء الفلتريشن. فده بيقول لي اي 3 رينجز ريبريزنتنج نو بروبلم انكريزنج بروبلم سيفير بروبلم. ادي الكيرف بتاعي no reduction in infiltration. هنا ما عنديش اي مشكله في infiltration rate. هنا slight to moderate reduction وهنا severe reduction. فهنا بيقول لي خد بالك على المحور الافقي electroconductivity of irrigation water وهنا ال SAR. فهتلاقي هنا انا عندي EC منخفضه اوكي لكني واقع في severe reduction. يعني بغض النظر عن الـ SAR أنا رغم إن عندي EC منخفضة لكن ده بيخليني عندي reduction في الـ infiltration rate. في حين هنا لما بدأ الـ irrigation water salinity تزيد بدأت أتحرك من الـ severe reduction إلى الـ slight to moderate reduction أو إن أنا أصل إلى الـ no reduction. بس طبعا دي بقى هتبقى بيزد على ال SAR. يبقى اذا هو it is a combination ما بين ال electroconductivity of irrigation water والصوديوم adsorption ratio. ده اللي هيقول لي هل في مشكله في الانفلتريشن ولا لا، مش مجرد رقم واحد فيهم. اوكي ف all water quality combinations of EC and SAR that lie above the curve band should have no infiltration rate problem. على حسب بقى اللي احنا كنا بنقوله، على حسب الكومبينيشن ما بين الافقي والراسي، يا اما يوقعني هنا يا اما هنا يا اما ايه هنا. طيب
نيجي تقريبا للنقطة الأخيرة اللي هي خاصة بالسمية أو التوكسيسيتي. قبل ما ننتقل إلى التوكسيسيتي، الجزء اللي خاص بالريدكشن أون فلتريشن ريت، في أي حد عنده تعليق عليه عاوز يوضح حاجة أو يستفسر عن حاجة؟ ايه واضح الجزء اللي فات ده اهو؟ تمام يا دكتور. طيب تمام اوكي عبد الكريم. اوكي ايوه تمام يا دكتور. طيب تمام. ومنور برضه عاوز اتاكد هل متابع معانا ولا منور فين؟ معاك يا دكتور معاك. طيب الحمد لله. باشمهندس رضا ونور مع حضرتك يا دكتور. حضرتك يا دكتور. طيب الحمد لله. مصطفى واضحه الامور دي؟ تمام يا دكتور. طيب اوكي. يعني طبعا انا يعني اخترت كده بشكل عشوائي، لكن يعني واضح ان لو في حاجه كانت الناس هتستفسر. طيب ايه بقى الجزء اللي خاص بالتوكسيسيتي؟ بيقول لي برضه ما زال في املاح زائبه. Dissolved ions are absorbed into the roots. With يا ماما انا بديك واحد عشان تتلم من دماغي، روح هاتيه. فبالتالي طبعا مياه التربه، النبات هيمتص، النبات يمتص الميه بالاملاح من خلال الروتس، وبعدين all transmitted through the plant to the leaves where they accumulate. يعني لو أو أي أملاح موجودة في التربة في الآخر هتتركز في الأوراق. طيب السمية أو toxicity occurs when the accumulation of an ion becomes large enough to cause leaf burn، اللي هي drying of the leaf tissue، اللي هي هتبدأ الأوراق تتحرق أو تجف. A chemical analysis of the leaf is often needed to identify the toxic ion. يبقى محتاجين نحلل الأوراق عشان نشوف إيه الأملاح اللي مسببة هذه السمية. قد تكون إيه؟ Sodium chloride and boron are the most common phytotoxins، اللي هي plant toxins، اللي هي